ده وايه الموضوع؟ ده منتج المسلسل بتاع ماجد، اللي ماجد بيحاول يقنعه ويقنع بقيه المنتجين ان هم يخلوه مسلسل بان عرب، لبناني سوري شمالي افريقي شرقي غربي جنوبي مشترك. وايه اخبار اخر مشاريعك الفنيه من سيوتا النص؟ والله حبيبي هلا حاليا عم حضر البوم جديد بمصر هون عندكم، في شويه شباب هيك ان شاء الله راح يكسروا الدنيا. ده شكله نفس منتج الالبوم اللي عايزه تغني فيه دلال. ماجد ايوه ممكن لحظه؟ طبعا اكيد. اصل انا العيله عندي من سيوتا النص اهم حاجه في الدنيا، عارف معايير بقى بنحاول نديها للاسره العربيه البان ارب دي انا بقى طبقها في بيتي. فبنتي بتقول لي اوه لازم اقوم بقى اسيب حضرتك كتير محترم يا ماجد. اتفضل اتفضل. اقول لك تقبرني ايه بس؟ هقول لك، عارف مسيو ايميل اللي قاعده؟ ايميل طنوس. مسيو ايميل طنوس ده هو المنتج اللي هيعمل الالبوم اللي دلال عايزه تغني فيه. بجد؟ ايوه بجد. ماجد هو لسه قايل كده قدامك، انت كنت نايم. انا شايفه انها فرصه حلوه انك تكلمه عن دلال. ايه ده فرح؟ بس ده كده تبقى واسطه محسوبيه، ازاي انت تطلبي مني حاجه زي كده؟ لا والله. طب انت عازمه على العشاء ليه يا ماجد؟ مش عشان يتبسط لك عشان مسلسلك؟ ايه ده يعني انت فاقساني اصلا؟ طبعا من زمان. طب اصل بصراحه فرح انا ما ينفعش اخش على راجل كده بطلبين مره واحده، انا مش ابنكته. وبعدين الوسايط اللي زي دي بيبقى فرصتك معاها عامله زي رصاصه بتضرب مره واحده، ما ينفعش تضرب تاني، رصاصتين في راس توجع. ماجد ما اعرفش اتصرف. انت شايف دلال متضايق قد ايه؟ قول له معلش يا مسيو ايميل. ايه ايميل طنوس؟ معلش يا مسيو ايميل طنوس، خليها رصاصتين المره دي. طب بص انا هحاول بس مش اكيد.